two vectors when added will have the largest positive y component. يبقى احنا عايزين positive و y و largest، ثلاث حاجات. يبقى هنتكلم بس على ال y، مش هنبص لل x، وهنشوف الأكبر positive. ده ال y بتاعه 1 2 3 minus 3، وده minus 2، وده 1 positive، وده 1 2 3 2، وده ارتفاعه 1. مبدئيا هنرمي الماينس، يبقى ناخد أكبر 2 عندنا، فهيكون 3 زائد 2 اللي هو F بلس E، أو E بلس F، كلاهما صحيح. فإجابتنا أهي، ده هيديني اللارجست، ويعطوا أو يعطيان أكبر Y كومبوننت. طب هل في إجابة تتوافق F بلس E أو E بلس F؟ أيوه.